وكالعادة يبدأ المواطن السوري يومه بمعارك منذ الصباح وحتى المساء لتأمين لقمة العيش لعائلته. قد ينجح في مهمته ويعود لقواعده سالما، وقد يفشل ويكابد عناء مشاهدة أطفاله يتضورون جوعا. في الأثناء هناك مجموعة من الأشخاص يهبشون ولا يشبعون من مقدرات الدولة والشعب كل يوم، تجاوزوا مرحلة الحصول على الطعام والشراب والكهرباء والماء والغاز، يريدون كل شيء، أصبحوا يتنافسون باستعراض ما هو جديد لمزيد من التشويق وإطفاء المتعة على يومياتهم المملة. حجر تعاهناه، وكنا شفنا هالختياري اللي قال لمراسل فضائية النظام تعاهناه، وعم نشوف فيديوهات الطوابير على الخبز مثل ما شفناها سابقا على الغاز، لكن بعالم موازي لهذا الوضع المأساوي عم نشوف فيديوهات لشخص عم يستعرض سيارته على كورنيش طرطوس، واحد تاني عم يطفي شمعات قالب الجاتو بالسشوار وبطريقة المسدس. يا وسيم الأسد، لما بدك تستفز المؤيدين وتستفزهم أعمل لك فيديو ممتع مبهر مفيد، أما ناشر لي فيديو والله لسيارة عم ترجع لورا والتانية عم تمشي لقدام، يعني جايب لنا الذرة. شغل الخليل كوميدي أحسن، يعني على الأقل احترم هؤلاء اللي عم يهتفوا لقرايبك بشار الأسد ولعائلتكم ويموتوا في ذا الرئيس والكرسي، مشان أنت آخر شيء والله تستعرض لي سياراتك رايحة وراجعة. ما بعرف شو الجديد بهالفيديو، ولا بس إنه معك بورش. والله ما شاء الله عنك على هالفكرة هاي، لا ومن وحي الحجر الصحي بصراحة ما حدا وصل قبل هذه الفكرة. تفوقت على وسيم الأسد، سشوار وما سشوار ونغاشات جديدة على أساس. بس الفريد أنه علي مخلوف حاطت 5 لابتوبات وتابلت لبقية العائلة اللي عم تحتفل معه هاي، مشان تنبسطوا أكثر يا سوريين. يعني الزلمة ما قدر يعمل مكالمة جماعية للكل من نفس التليفون، لا لازم استعرض أنه معي مصاري وأنه لكل واحد بالعائلة في لابتوب بحاكي فيه. هذا لابتوب بابا، هذا ماما، هذا لابتوب عمته، هذا لحاكي خالته، وهذا السوري على طابور الخبز، هذا على طابور الغاز، هذا على طابور السورية للتجارة. وإذا بدنا نعرض مقارنات ما بنخلص لبكرة. أنتوا شوفوا لي طيارته لهالأزعر، شوفوا صفة هالسيارة جنب هالطيارة، يعني الله يهنيك بمال هالشعب المسكين، وأكيد الشعب كمان عم بيدعي لك ليل نهار.